بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله. نستكمل سويا مدارسة سورة النحل، هذه السورة التي قلنا إنها جاءت لتبين لنا ما يسخره الله سبحانه وتعالى لنا من آيات ونعم. هذه الآيات وهذه النعم تدعونا إلى شكر المنعم سبحانه وتعالى. وقلنا إن هذه السورة بدأت بمقدمة، هذه المقدمة تبرز بإيجاز دلالة آيات الوحي ودلالة آيات الكون على المنعم سبحانه وتعالى. وقلنا إن هذه السورة تآزرت فيها آيات الكون مع آيات القرآن، تآزرت آيات الكون مع آيات القرآن ليدل أو لتدل آيات الكون وآيات القرآن على الله سبحانه وتعالى وعلى وجوب شكر نعمه. فآيات الكون فيها حياة الأبدان، وآيات القرآن فيها حياة الأرواح. فجاءت مقدمة السورة لتبرز بإيجاز دلالة آيات الوحي وآيات الكون على الله سبحانه وتعالى المنعم. ثم انتقلت السورة من الآيات 10 إلى الآيات 23 إلى تفصيل بعض الآيات الكونية التي سخرها الله سبحانه وتعالى للإنسان، وعرض موقف البشر من هذه الآيات. ثم الآيات من 24 ل 47 عرض أيضا لموقف البشر، لكن ليس هذه المرة من آيات الكون ولكن من آيات الوحي، مع بيان مصير المؤمنين ومصير الكافرين. ثم انتقلت السورة إلى الموضوع الرابع اللي هو من 48 ل 111 لتدعونا إلى التوحيد من خلال الآيات الكونية والآيات القرآنية معا. ثم ختام السورة من 112 ل 128 خاتمة. في هذه الخاتمة السورة تذكر مثالين، مثال للمعرضين عن آيات الله تعالى، ومثال للشاكرين لنعم الله تعالى. فمثال المعرضين جاء في قوله وضرب الله مثلا قرية، ومثال الشاكرين جاء في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة. ثم كما افتتحت السورة بتوعد المشركين المعرضين عن الله سبحانه وتعالى، ختمت السورة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر على تكذيب قومه، وبيان أن الله سبحانه وتعالى سيحفظ المؤمنين بقوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. فسيدنا إبراهيم هو نموذج للعبد الشاكر لمولاه سبحانه وتعالى، في سورة كاملة في القرآن اسمها سورة إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أشبه الناس لسيدنا إبراهيم. فمن هو إبراهيم؟ القرآن يعرفنا عليه، ولولا أن القرآن عرفنا على إبراهيم عليه السلام ما عرفناه. يقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة. أمة يعني إماما، يعني يؤتم به. وبعض الناس يقولوا إن إبراهيم كان أمة يعني كان رجلا بأمة، يعني كان في فعله للخيرات ودعوته إلى الله وإقباله على الله كان كأمة. إن إبراهيم كان أمة، كان إماما في الخير، يأتم به الناس، مطيعا لله، خاضعا لله، يلازم عبادة الله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قانتا لله، مطيعا، خاضعا، ملازما، حنيفا. الحنيف هو المائل، والميلان هنا معناه الميل عن الباطل. وإذا مال الإنسان عن الأديان الباطلة فمعناها إنه التزم الحق. فسيدنا إبراهيم كان مائلا عن الباطل، يعني يشوف الباطل كده ويبعد عنه، يميل عن الباطل، يبعد عن الباطل. فده معنى كلمة حنيفة. يبقى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، حنيفا، ولم يك من المشركين. تأكيد على حنيفية سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهو أنه لم يكن من المشركين، بل كان من الموحدين. يبقى إذن سيدنا إبراهيم القرآن بيقدمه كقدوة. فبيصف القرآن بمجموعة أوصاف: إنه كان إمام في الخير، مطيع لله تعالى، مائل عن الباطل، كان موحدا، وإيه كمان؟ شاكرا لأنعمه. يبقى كان شاكرا لله على ما أنعم عليه. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. اجتباه، اختاره الله لنبوته، واصطفاه لخلته، وهداه إلى صراط مستقيم. الصراط المستقيم هو الدين الحق، فمعنى ذلك أن الله عز وجل هداه إلى دين الإسلام القويم. وإيه كمان؟ وآتيناه في الدنيا حسنة. أعطاه الله عز وجل في الدنيا عطايا حسنة. زي إيه؟ القرآن ذكر بعض ما أعطاه الله تعالى. فأعطاه الله الرسالة، أعطاه الخلة، أعطاه لسان الصدق، أعطاه الثناء الحسن. فلا يذكر إبراهيم إلا بالثناء الحسن. لذلك تجدون الناس يقولون الأديان الإبراهيمية، فكل الأديان تنتسب لإبراهيم. المسيحيين ينتسبون لإبراهيم، اليهود عايزين ينتسبوا لإبراهيم، والمسلمين طبعا ينتسبون لسيدنا إبراهيم. لذلك القرآن بيمدح سيدنا إبراهيم وبينزهه عن أن يشرك بالله، فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. فأنت إذا أردت أن تكون كإبراهيم مدعيا لاتباع إبراهيم، فعليك أن تكون موحدا كإبراهيم، منزها كإبراهيم، مائلا عن الباطل كإبراهيم، وهكذا. وآتيناه في الدنيا حسنة، من الحسنات اللي ربنا أعطاها لسيدنا إبراهيم في الدنيا الرسالة، لسان الصدق، الثناء الحسن، القبول بين الأمم.
فما من أمة إلا تدعي النسبة لإبراهيم. طيب، أعطاه الله عز وجل في الدنيا وسيعطيه في الآخرة، فقال تعالى: وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني في مقامات عالية، في مقامات الصالحين. طيب، إذن هذا هو إبراهيم عليه السلام ذو الصفات الحسنة والشكر لنعم الله تعالى الذي يقدمه القرآن كقدوة للبشرية. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من نسل سيدنا إبراهيم عن طريق ولده إسماعيل، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو وريث سيدنا إبراهيم عليه السلام في النبوة وفي هذه الصفات. فسيدنا إبراهيم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أشبه الناس به خلقا وخلقا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أعطى الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم ما أعطاه لإبراهيم وزيادة، فأعطاه في الدنيا الرسالة ولم يعطه الخلة، وإنما أعطاه المحبة، ومرتبة المحبة أعلى من مرتبة الخلة، وأعطاه لسان الصدق والثناء الحسن والقبول العام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في الآخرة في أعلى المقامات، بحيث لا يكون أحد فوقه صلى الله عليه وسلم. أنا سيد ولد آدم، وسيدنا إبراهيم عليه السلام من ولد آدم. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من نسل سيدنا إبراهيم ووريث سيدنا إبراهيم، وأتى بعد سيدنا إبراهيم، لكنه فوق سيدنا إبراهيم في المنزلة والمكان. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء بعثا وأولهم دخولا الجنة، أو كلاما نحو هذا: نحن الآخرون الأولون. كذلك يقول النبي: نحن الآخرون الأولون. الآخرون يعني الذين أتينا متأخرين في الزمان، الأولون يعني أول من يدخل الجنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيده مفاتيح الجنة، وأول الداخلين أمته صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام القدوة والمثل الذي يقدمه القرآن، لأنه موضع وفاق بين الأمم. يبقى إحنا عايزين نجمع الأمم كلها على المشتركات. ما هي المشتركات؟ ما يؤمنون به وما يقولون نحن نؤمن به. إحنا عايزين الناس كلها تبقى إبراهيميين، نعم، لكن إبراهيم أي إبراهيم؟ إبراهيم المسلم الشاكر الحنيف القانت العابد الذي بشر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا مش عايزين نقول يا جماعة احنا عايزين أديان إبراهيمية ونعمل بيت إبراهيمي والحاجات دي كلها والدنيا تسيح، ما يبقاش فيه كده حق ولا باطل. لا، إذا كنا هنعمل تآخي بين الأديان على أساس التعاون، على أساس التعاون في الأمور الدنيا والتعايش والسلام وعدم الإيذاء وكذا، ماشي جميل، لكن إذا كنا هنعمله على حساب أنه تذوب الفوارق بين العقائد ويصير الحق كالباطل والباطل كالحق، طبعا هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ لا يكون. فإذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يمكن أن يكون موضع لاجتماع الناس على الحق، كقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فإحنا عايزين الناس جميعا يجتمعوا معنا على إبراهيم عليه السلام. إبراهيم، من هو إبراهيم المذكور في القرآن؟ يبقى إذن هذا هو إبراهيم الذي يقدمه القرآن قدوة وأسوة للبشر. ثم أوحينا إليك،
يبقى إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو وريث سيدنا إبراهيم. فمن أحب إبراهيم والسير على خطى إبراهيم والنجاة كإبراهيم وأن يكون على دين إبراهيم قانتا كإبراهيم عابدا كإبراهيم شاكرا كإبراهيم فليتبع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يقوله القرآن. طيب أنت الآن تدعي محبة إبراهيم ثم تكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، بمحبتك لإبراهيم مجرد دعوة، مجرد دعوة. ليه؟ لأن سيدنا إبراهيم بشر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو وريث سيدنا إبراهيم، الوريث الشرعي لسيدنا إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن نحن أتباع إبراهيم، ليس اتباع دعوة كما يفعل غيرنا، وإنما اتبعناه على أن يكون حنيفا وعلى التوحيد، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، حنيفا لا إله إلا الله، حنيفا لا إله ما كان من المشركين إلا الله، حنيفا وما كان المشركين، لا إله إلا الله، حنيفا ميل عن الباطل، لا إله يعني لا معبود، وما كان من المشركين إلا الله. يبقى نحن نميل عن كل باطل ونوحد الله سبحانه وتعالى. يبقى حنيفا وما كان من المشركين. ثم تتحدث الآيات عن هذا اليوم الأسبوعي الذي كان في ملة إبراهيم، اللي هو يوم السبت. هذا اليوم الأسبوعي فيقول عنه القرآن: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. إيه حكاية يوم الجمعة ويوم السبت؟ اختلفوا الأمم، اختلفت في أي يوم أتم الله خلق السماوات والأرض. في أي يوم أتم الله خلق السماوات والأرض؟ فاليهود قالوا إن الله عز وجل أتم خلق السماوات والأرض يوم السبت، ومش كده وبس، ده أتم خلق السماوات والأرض واستراح، نسبوا إلى الله الراحة، إنه استراح يوم السبت، فلذلك يوم السبت هو الراحة عند اليهود. القرآن طبعا رد هذه العقيدة الباطلة، فقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب. إذن اليهود قالوا إن ربنا أتم خلق السماوات والأرض يوم السبت. فإذن الحق إن الله عز وجل لم يتم خلق السماوات والأرض يوم السبت، وإنما الصحيح وأن الله أتم خلق السماوات والأرض يوم الجمعة. لكن اللي حصل أن هؤلاء فتنوا، ولما فتنوا شدد الله عز وجل عليهم، شدد الله على هؤلاء اليهود، فجعل ليوم السبت الذي اختاروه أحكاما خاصة مشددة، فلا يعملون يوم السبت. يبقى شددوا فشدد الله عليهم، ابتدعوا فعاقبهم الله تعالى. إنما جعل السبت، يعني جعل التشديد أو جعلت أحكام السبت المشددة على من؟ على من اختلف فيه. من الذي اختلف فيه؟ اليهود الذين ابتدعوا هذا اليوم، والذين ادعوا أن الله أتم خلق السماوات والأرض واستراح في هذا اليوم، فأرادوا أن يستريحوا أيضا، فشدد الله عليهم: وإن ربك ليحكم بينهم. طبعا اليهود لما شدد الله عز وجل عليهم، بعد ذلك أتى سيدنا عيسى عليه السلام وصحح لهم اعتقادهم، يعني الله شدد عليهم وصحح لهم اعتقادهم. ثم أتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وجعل عيدنا يوم الجمعة، لأنه هو اليوم الذي أتم الله عز وجل فيه خلق السماوات والأرض. إذن إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. طيب إيه علاقة داود بموضوع سيدنا إبراهيم؟ العلاقة إنه في ملة إبراهيم عليه السلام التي هي ملة سيدنا رسول الله، إنه الله عز وجل أتم خلق السماوات والأرض من السبت. يبقى من الذي خرج على ملة إبراهيم؟ اليهود. يبقى رغم أنهم يدعون أنهم أتباع ملة إبراهيم، لكنهم خرجوا على ملة إبراهيم، بل ودعوا في حق الله عز وجل ما لا يليق، إن سيدنا إبراهيم عمره أبدا ما يقول للناس أن الله عز وجل يستريح، هذا لا يليق بالله، هذا لا يليق بالله. فإنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وإن ربك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليحكم بينهم يوم القيامة في كل ما كانوا فيه يختلفون، ليس فقط في مسألة يوم السبت، ولكن في كل ما اختلف فيه الناس من عقائد وعبادات وشعائر وشرائع ودنيا ودين، كل ما اختلف فيه الناس الله عز وجل يحكم بينهم. طيب هل معنى كده إنه ما فيش حق في الدنيا؟ يعني هل ينفع في كل اختلاف نقول يا جماعة الله سيحكم بيننا يوم القيامة، أو نقول يا جماعة أنت مش إحنا مش أرباب، ربنا يحاسبنا كلنا يوم القيامة، ويستوي بهذا الحق والباطل؟ لا، الله عز وجل كما جعل نفسه هو الذي يحاسب ويجازي بالثواب والعقاب في الآخرة، فهو سبحانه أيضا وضح لنا الطريق في الدنيا. مش معنى كان الدنيا سايحة مفيش حق ولا باطل، لا، في حق وباطل. احنا عارفين من خلال القرآن والسنة من المحق ومن المبطل، فعاق الوالدين مبطل، القاتل مبطل، المرتشي والحرام مبطل، الذي يؤذي جاره مبطل، المغتاب والنمام مبطل، وهكذا. فمنفعش حد يجي يقول إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يعني اسكتوا، ما فيش، ما حدش يعرف الصح فين والغلط فين. لا، نعم، نحن نقول الحاجتين مع بعض، نقول الله هو الذي يحاسب خلقه، ونقول جنبها إنه من فعل كذا فهو محق، ومن فعل كذا فهو مبطل. إن في موضة كده، موضة كده، فلان مسيحي مات، يقول لك يا أخي أنت ما تعرفش ربنا هو اللي بيحاسب الناس. آه يا حبيبي، ما هو ربنا اللي بيحاسب الناس، وهو نفسه في القرآن قال لنا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. آه، فإذا مش عايزين الدنيا تسيح مننا، احنا عايزين نفرق بين المقامين، بين مقام أن الله هو الرب المحاسب، ومقام أن الله عرفنا بعض الأحكام وبعض الأمور. فاحنا مش عايزين نكذب ربنا ونقول لا 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 انت ما قلتش كده، لا، ربنا عرفنا بعض الامور، قال لنا ده ابيض وده اسود، ده خير وده شر، والا لا معنى للقران ولا للسنه اذا كانت الامور هتبقى بهذا الشكل. واذا وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون، ادع الى سبيل ربك بالحكمه. يبقى انت طالما في دعوه يبقى اذا في حق وباطل، امال هتبعوا الناس لايه؟ طالما الأمور كلها زي ما بعض الناس يظن متساوية، المحق زي المبطل، يبقى إيه لازمة الدعوة، وإيه لازمة الرسل، وإيه لازمة الأنبياء، وإيه لازمة القرآن، وإيه لازمة السنة، وإيه لازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا، يبقى إذن الله سيحكم بيننا، لكننا في نفس الوقت ندعو إلى الخير، إذن في خير، ندعو إلى المعروف، إذن في معروف. ادعو إلى سبيل ربك، يبقى إذن نحن لن نحاسب الناس لكننا ندعو الناس، وفي فرق بين مقام الدعوة ومقام الحكم على الناس. ثم إننا في دعوتنا إلى الناس ندعو إلى الله وليس إلى أنفسنا. كثير من الدعاء يدعون إلى أنفسهم، عايزين يتمجدوا، يتمجدوا بالشهرة، يتمجدوا بالمكانة، يتمجدوا بالجاه، يتمجدوا بالمال، يتمجدوا بأمور كثيرة جدا، ففي الآخر لا يطلبون الله وإنما يطلبون دنيا. فلذلك قال ادع إلى ربك، إلى سبيل ربك، مش لنفسك،
ودي مأساة ومشكلة كبيرة، نسأل الله العافية. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، يعني الأبيض طلع لي أبيض، الأسود طلع أسود، الرمادي طلع رمادي، الكبير طلع كبير، الصغير طلع صغير، كده كل حاجة في موضعها الصحيح سواء كان في الدين أو في الدنيا، في الأقوال أو في الأفعال. وطبعا الحكمة دي حاجة مش سهلة، معرفة النسب وإمتى الكلام يبقى مناسب وإمتى الكلام ما يبقاش مناسب، وإمتى أشد وإمتى أرخي، وإمتى أبشر وإمتى أنذر، وإمتى أشدد وإمتى أرخي، وإمتى أرحم وإمتى أقسو. كل دي أمور عايزة حكمة، عايزة عقل كبير. لذلك قال ربنا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هي إدراك النسب، أنك تبقى عارف النسب. أنا عايز في الموقف ده بنسبة 60% شدة و 40% لين، الموقف اللي بعدين 50% شدة و 50% لين مثلا. إذن إدراك النسب دي حاجة مش سهلة. إذن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وإذن الأنبياء أعطاهم الله الحكمة لا شك في هذا، ثم طلب الله عز وجل من الدعاة إلى الله أن يطلبوا الحكمة، يطلبوا من الله أن يرزقهم الحكمة، وإلا كره الناس في دين الله وخرج الناس من دين الله أفواجا. عشان كده احنا دايما بنقول، أو زي ما سيدنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله بيقول، إنه نصف أوزار ما فيه المسلمون يتحمله أناس بغضوا دين الله إلى الناس. إذا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة النصح، النصح هذا النصح الذي يكون مقرونا بالرغبة والرهبة، بالتبشير والإنذار، بالعصا والجزرة، يعني إنك إيه تبقى عارف مداخل النفس الإنسانية جيدا. الموعظة الحسنة هي دي الموعظة الحسنة، إنك تبقى بتخوف الناس من المصير المؤلم، وفي نفس الوقت تقول لهم لا، هناك خير، هناك رحمة، هناك جنة، هناك. وبرضو مع مراعاة النسب، تبقى عارف إمتى يبقى 40% ترغيب و60 ترهيب، أو العكس، أو 20-80 أو 70-30. دي حاجة برضو مش سهلة، محتاجة حكمة. فأدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. المفسرين طبعا بيقولوا منهم طاهر بن عاشور، يفسروا إنه الحكمة لناس، الموعظة لناس، الجدال بالتي هي أحسن لناس. والجدال بيكون مع من يصلح معه الجدال، في ناس لا يصلح معها إلا الجدال، اللي هم غير المسلمين أو الذين يريدون أو يحبون الطرق العقلية الإقناعية والدخول في مناظرات وأمور من هذا القبيل. هؤلاء يصلح معهم الجدال. الموعظة الحسنة القول الطيب، الدعوة إلى الله مع غير أهل الجدال. الحكمة السلوك الطيب والقول الحسن. وجادلهم بالتي هي أحسن. يبقى بعض أيضا المفسرين قالوا إن الحكمة تكون مع خالي الذهن، الموعظة الحسنة مع المتشكك، الجدال يكون مع المنكر. ويمكن إن الإنسان الواحد تستخدم معه كافة الطرق، فأحيانا بالحكمة، أحيانا موعظة حسنة، أحيانا مجادلة بالتي هي أحسن. يعني أيضا النسب بين هذه الثلاثة ومتى تستخدم ومعن تستخدم محتاجة فهم. لذلك الدعوة إلى الله علم، الدعوة إلى الله علم وموهبة، الاثنين مع بعض بتتعلم، وبعدين تسأل الله عز وجل أن يرزقك الحكمة والبصيرة علشان ما تبقاش سبب في
إبعاد الناس عن الله سبحانه وتعالى، فيأتي دعوتك بعكس ما تريد. وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يبقى أمرنا بالجدال بالطريقة التي هي أحسن، أدبا تهذيبا قولا فعلا. إن ربك هو أعلم، إن ربك وحده يعلم من كتب عليه الضلال في علمه. فإذا الدعوة متوجهة لكل الناس، حتى وإن بدا من إنسان إنه في غاية البعد عن الله، حتى وإن بدا إنه في غاية البعد عن الله، لأنك ما تعرفش ما كتب له في اللوح المحفوظ، ممكن يختم له بالحسنى. إن ربك يعني الله وحده أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الله عز وجل يأمرنا في هذه الآية بالجمع بين أمرين، رغبنا في الصبر والتجاوز عن زلات الناس، إن ربك وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فهو رغبنا سبحانه وتعالى في الصبر والاحتمال، احتمال الأذى، ومع ذلك رغبنا سبحانه وتعالى بأننا إن عاقبنا فلا نتجاوز، يعني أعطانا الحق في العقوبة لكن دون تجاوز. يبقى أنت إن أوذيت فأنت بين خيارين، أن تصبر وتتحمل رجاء رجاء ثواب الآخرة، أو أن تعاقب كما عوقبت مع عدم التجاوز بمثل ما عوقبتم به. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الصبر أفضل، الصبر أفضل، الصبر على الإيذاء بأنواعه أفضل. لماذا؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولئن صبرتم لهو، يعني كأنه يقسم، لئن صبرتم على الأذى وتجاوزتم عمن يؤذيكم ولم تعاقبوهم لهو خير لكم، خير عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال واصبر وما صبرك إلا بالله. والصبر كما قلنا قبل ذلك هو حبس النفس على ما تكره، لأن الإيذاء لما أنت حد يؤذيك ما تؤذيهوش، أنت كده نفسك كتمتها، وهذا الكتمان مكروه للنفس. إذا ابتليت فأنت جسمك بيتوجع ويتألم، وبأساس يقول لك ارضى بما قضاه الله، فأنت بتحمل نفسك، ده برضو حاجة يعني شديدة على النفس. لما تطيع الله وتقوم تصلي أو تمنع نفسك عن معصية، كل ده تقيل على النفس، كل ده اسمه صبر، صبر على البلاء، صبر على الطاعات، صبر عن المعاصي. يبقى واصبر وما صبرك إلا بالله. يبقى احنا في الصبر محتاجين الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، يعني وما صبرك حاصل إلا بتوفيق الله. والكلام هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كل داع إلى الله، وإلى كل إنسان. اصبر على الأذى، إلى عدم اللجوء إلى العقاب بالمثل أو حتى بالتجاوز في العقاب. اصبر على المعاصي، اصبر على الطاعات، اصبر على البلاء، وما صبرك حاصل إلا بتوفيق الله ومعونته. ولا تحزن عليهم، يعني إن دعوت إلى الله وقمت بواجبك فلا تحزن، خلاص الأمر بيد الله، هو وحده يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان اللي انت نصحته وما استجابش ده أقرب الأقربين إليك، ولو كان أقرب الأقربين إليك، يعني انت ابنك هتنصح، أخوك هتنصح، جارك هتنصح. الإنسان بطبيعته بيصيبه حزن، يبقى عايز بالعافية الناس اللي حواليه، أخويا ابني زوجتي كذا، عايزهم يبقوا زيه أحسن إذا كان الإنسان صالح. وبعدين إذا ما استجبوش يزعل، فربنا هنا بيقول لك لا ما تزعلش ولا تحزن عليه، الله هو الهادي، أنت طالما عملت اللي عليك يبقى ما فيش حاجة تزعل. أدعو لهم بعد ذلك، طالما بلغت وأمرت بالمعروف ما قدامكش غير الدعاء، لست عليهم بمسيطر، خلاص هم الآن بين يدي الله.
ولا تحزن عليهم، لا تدخل نفسك في حالة كرب وألم وضغط نفسي، ولا تكو في ضيق مما يمكرون. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتضايق من عدم استجابة الناس ليه، وكان ضيقه مش لنفسه. احنا لما بنقول لاولادنا حاجه ولا لزوجاتنا حاجه وما يسمعوش الكلام بنزعل بنتضايق ليه؟ الواحد فينا بقى ازاي ما تسمعش كلامي؟ يعني الواحد فينا شايف نفسه اكتر مش شايف ربنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزعل مش عشان نفسه، وانما كان بيزعل لانه شايف النار هتاكلهم، وبيقول لهم يا جماعه النار، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. فلذلك الله عز وجل وصف حالته صلى الله عليه وسلم فقال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال له: فلعلك باخع نفسك، يعني مهلك نفسك، يعني النبي يكاد يموت من الحسرة عليهم، من الحزن عليهم يكاد يقتل نفسه حزنا. صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم ورحمة للعالمين. فهو صلى الله عليه وسلم كان بتصيبه هذه الحالة خوفا على الناس، فربنا هنا بيقول: لا ما تحزنش، لا تكن في حزن وكرب، وإن دبروا شيئا مع حزنك عليهم. أهو دي بقى أسوأ وأكثر شيء ممكن يضغط النفس الإنسانية ويحزن الإنسان، إنك تبقى حد خايف عليه وهو عمال يمكر ضدك، شغال ضدك. وده كان الحال مع الكفار، يدبرون لرسول الله، يحاربون رسول الله، والرسول يدعوهم إلى الجنة. ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا. المعية هنا معية خاصة، معية خاصة، ومعية الله هنا معناها أنه معهم بتوفيقه وعونه ونصره. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والذين هم محسنون بماذا؟ بالعفو عمن أساء إليهم. يبقى إذن الآيات بتدعونا أن احنا يكون قلبنا كبير وعندنا تحمل وصبر، وده مقام عظيم لا يناله إلا من لجأ إلى الله تعالى واستعان لله سبحانه وتعالى. إذن يا أيها الإخوة والأخوات، الصورة بتدعونا بكل بساطة إلى أن نكون شاكرين لله. هذا الشكر لله سبحانه وتعالى فيه صور كثيرة، من هذه الصور أن نصبر، من هذه الصور أن نكون من الشاكرين العابدين الحامدين، من هذه الصور أن نستخدم هذه النعم في طاعة الله تعالى. أدعونا الآيات أيضا في ختامها إلى أن نقتدي بعباد الله الشاكرين لأنعم الله، كسيدنا إبراهيم عليه السلام الذي وصفته لنا الصورة وأحسن في الوصف، وقالت إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي اتبع سيدنا إبراهيم. فإذا من أراد الكمال والتمام والنجاة فليكن على خطى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ختام الصورة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أكرمكم الله ورضي عنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.